أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، قلتم إن إزالة النجاسة من التروك، فما معنى التروك وهل يقابلها شيء؟ التروك معناها ترك الشيء والابتعاد عنه، المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها. فإذا زالت من نفسها أو زالت بسبب المطر أو الماء الذي جرى عليها ولم يبق لها أثر، فإنه يطهر المحل، يطهر الثوب ولو لم ينوي غسلها. نعم.